هنتكلم كابتن عادل في نقطة مهمة جدا جدا، وحالة تحكيمية تحليلية بالشرح. شفتها أكتر من مرة على فكرة كابتن علاء، احنا شفناها مع بعض، شفتها أكتر من مرة، وهنتكلم بالقانون عشان الناس تعرف الفرق إيه مخالفة لمس الكرة بإيدك يا كابتن بلال، فين التعمد وفين مش تعمد، كل الكلام ده كله هنشوفه في الحالة اللي هي أول حالة معانا النهاردة في المباراة. السؤال، كرة هنا بتيجي في الإيد. احنا قلنا مش كل كرة ما بتيجي في الإيد تحتسب مخالفة لمس الكرة بالإيد. تمام، ولكن أنا هنا أنا كلاعب مدافع. اللي حصل كان إيه يا كابتن؟ أولاً أنا نزلت، كابتن أسامة أنا اللي نزلت الكرة تحت عشان ألعب بدماغي. الاستثناء الوحيد في مخالفة لمس الكرة بإيد لو بلال نزل كده ولعب بدماغه كده وجت في إيديه. وجت في إيديه بالظبط. استمر اللعب. تاني، لو أنت بلال مدافع في هذا الوضعية، طبعًا لو أنت في الوضعية ده هتلعب برجليك. الأسهل. الأسهل، ولكن إنك أنت تنزل على إيديك الاتنين عشان تلعب الكرة بدماغك، أنت ما لعبتش الكرة. الكرة هي التي اصطدمت في الرأس ثم ذهبت إلى الإيه؟ الإيد اللي هي مش داعمة. امتى الايد تبقى داعمه كابتن عادل؟ لو انت بتعمل تاكلينج بالظبط وبتلعب وبعدين بتسند على ايدك والكره بتيجي في ايدك، دي ايد داعمه، هنا يستمر اللعب. هنا قول لي ايه مبرر الايد هنا؟ مبرر الايد انت اللي عملته كلاعب، يعني انت اللي خاطرت بانك انت حطيت ايدك في هذا الوضع. هنا مش سبورت ابدا ولا هي داعمه للجسم، وبالتالي كمان انت ما لعبتش بدماغك، يعني امتى الاستثناء الوحيد اللي انت ما بتلعب برجليك او بدماغك وتيجي في ايديك حتى لو الايد في وضع غير طبيعي يستمر اللعب. في هذه الحاله والراجل نزل، الكره تصطدم بالراس وبتروح للايد اللي هي مش داعمه للجسم، وبالتالي هنا في مخالفه لمس الكره بايد. هنا الحكم انا بقول عليه كان يجب على الفار ان هو يستدعي الحكم كابتن علاء في هذه الحاله، دي حاله مهمه جدا. الفرق بين اللعب المتعمد وانك انت ما لعبتش بدماغك، هي دي الحاله انا بفسر. هنا في مخالفه ركله جزاء لم تحتسب للنادي الاهلي، وانا بلوم هنا هيثم ايرات حكم الفار. لكن مش حكم الملعب. حكم الفار. لا ايوه، لكن ما بلومش حكم الملعب هنا. لا هنا صعب على حكم الملعب، هو صح. هنا ما قدرش يعني ما قدرش النهارده عنده التفاصيل اللي هو هل اللاعب لعب دماغه وجت في ايديه، ولا هل هي هو عنده مشكله؟ لان هنا كابتن علاء هنا تفاصيل صعبه. ولكن انا هيثم ايرات النهارده، هيثم انت موجود في الفار، عندك اللقطه. صحيح. كان يجب عليك انك انت تستدعي الحكم. هو مين حكم العوده بالمناسبه كابتن؟ معتز من ليبيا كابتن. من ليبيا. حكم ليبيا اه. وده هنتكلم فيه على فكره مهمه جدا جدا. يا جماعه انا بس رساله للجنه الحكام كلهم ناس محترمه. هذه المباراه الاقصائيه كابتن اسامه لابد ان يكون في حكام اقوياء، شخصيه حكام قويه. خاصه في المباراه اللي جايه هتبقى صعبه جدا جدا، والجماهير هناك طبعا الكل يعلم الجماهير وحماسهم قد ايه. ولكن خلينا في هذه المباراه النهارده بس يعني نقول مبروك للنادي الاهلي. وبنقول هنا ركله جزاء يسال عنها نمره واحد الفار، ان هو كان يجب ان هو يستدعي الحكم، لان دي مش لعب، هو ما لعبش بدماغه، يعني لو لعب بدماغه وجات الكره في ايديه هقول يستمر لعب. هنا ما فيش لعب، هو اللاعب نزل بارادته وهو اللي حط ايديه في هذه الوضعيه الخاطئه، هو اللي حط ايديه والكره تصطدم في الراس وتيجي في الايد. هنا مخالفه لمس الكره هنا كانت موجوده كابتن اسامه.